أخيرا بعد انتظار شهر كامل وصل لينوفو ليجيون 5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى. فيديو جديد اليوم بدي أحكي عن اللابتوب اللي جبته اللي هو لينوفو ليجيون 5. الفيديو اليوم بهم أتوقع كل الناس اللي بيشتغلوا على الأدوبي برودكتس. أول إشي روح تفرج على الأنبوكسينج وبعدين نرجع نحكي عنه. طيب أول إشي طبعا علامة الأمازون، الإشي اللي نفسي أشتري من زمان ليجيون 5. التصميم تبع البوكس لينوفو ليجيون، حاطين هاي هون معلومات تبعت اللابتوب، 4800 اتش رايزن 7 2.9 جيجا هرتز، رام 16، الاس اس دي 512، ار تي اكس 2060، ديسبلاي فول اتش دي 15 انش. في ليجيون 5 والليجيون 5 اي، الفرق بيناتهم انه في واحد الليجيون 5 اي بيكون البروسيسور تبع انتل، والليجيون 5 بتكون البروسيسور تبعته اي ام دي. طيب انا مشوف الشيء في صندوق كيبل تبع كيبل الشحن تبع اللابتوب. طيب المحول تبعه بيجي كبير. طيب زي ما انتم شايفين هاي الاشياء بيجي معه، الشاحن ولا. المشكلة الوحيدة في اللابتوب لما تشتري من يوروب انه اغلبهم يكون الكيبورد تبعه زي ما انتم شايفين كيبورد بيكون في حرف زيادة هون وبتكون الواي محل الزي. طيب خلينا هلا نحكي عن اللابتوب. بيجي منه نوعين، في نوع بيجي بالبروسيسور انتل وفي نوع بيجي بالبروسيسور الاي ام دي رايزن. اللي انا اشتريته رايزن 7 هو ما يعادل الانتل اي 7 الجيل 10. البروسيسور اسمه 4800 اتش. كارت الشاشه اللي موجود فيه قوي، يعني في العاده كروت الشاشه بتكون في اللابتوبز اقل من هيك، بس كارت الشاشه اللي موجود فيه ار تي اكس من انفيديا 2060، فاتوقع هذا الشيء كتير حيفيدني من ناحيه المونتاج. انا اللابتوب جبته عشان امنتج عليه. هلا حاورجيكم مقارنه، لاني اللابتوب القديم لسه موجود، عن حامل بروجكت صغير حسويه على اللابتوب القديم وحسويه على اللابتوب الجديد وحنشوف الفرق في الوقت. اللابتوب القديم هو لينوفو بي 5070، بيجي اي 7 4510، السي بي يو تبعه 12 جيجا بايت، الرام تبعه واس اس دي 256. طبعا عشان اللابتوب بطيء فانا اضطريت اني اسرع الفيديو نوعا ما. طبعا البروجكت هو يعني اشي صغير، فيديو فول اتش دي 1080 30 ثانية بس مش اكتر. حاط عليه بي رول فيديو برضه، بعدين حط معه باك جراوند ميوزك، بعدين حضيف له اكم من صورة وبس، وادجستمنت لاير، العب في الالوان شوي تبعون الفيديو، بعدين بدي اشوف كيف الفيديو عم بيشتغل تمام في البلاي باك بدون ما اعمله رندرينج. طبعا زي ما انتم شايفين اول ما حطيت الايفكت تبعت الجيومتري كولرز صار بقدرش اعمل بلاي باك الا اعمله رندرينج. فهلا بدنا نعمل رندرينج وبدنا نشوف قديش بياخذ وقت في الرندره. طبعا الفيديو مسرع تقريبا 10 مرات، ف السبعه هي 7 دقائق مش 7 ثواني. هلا بنقدر نعمل بلاي باك للفيديو تمام. هلا بدنا نعمل له اكسبورت الفيديو، بنشوف قديش وقت بده ياخذ فيديو عشان
ينعمل له اكسبورت. طبعا تقريبا الحجم تبعه 58 ميجا بايت بس مش اكتر، فول اتش دي. تقريبا نفس وقت الرندرة اللي هو 7 دقائق، فهياخد 7 دقائق برضو الاكسبورتينج للفيديو. كويس اتوقع، يعني منيح نوعا ما لفيديو صغير. ففعليا الرندرينج والاكسبورتينج بس اخذ مني 14 دقيقة، منيح نوعا ما مش سيء. طيب هلا خلينا نجرب نشتغل نفس البروجكت على ليجيون 5. طبعا فرق في الرام، هون 16 هناك كان 12. فرق في سرعة الرام، هناك كان 1600 هون 3200، يعني الضعف. طبعا فرق شاسع في البروسيسور، هذا رايزن 7 هذاك ما يعادل الاي 7 جيل 10، 8 كورز، هناك عم نحكي عن 2 كورز. طبعا السرعة بتختلف كمان زي ما انتم شايفين، عم بعمل بلاي باك دون ما اني احتاج اني رندر الفيديو اصلا، فالبلاي باك شغال بدون ما اعمل رندره. بس عشان اقارن بينهم حامل رندرينج برضو للفيديو هذا. نفس الاشي مسرع، بس مش مسرع 10 مرات، فهون مسرع اقل تقريبا دقيقة واحدة فقط الرندرة. هلأ خلينا نعمل له اكسبورت. تقريبا طلع اكبر بس 2 ميجا، يوز صوت اكبر من الثانية تقريبا نفس الاشي، دقيقة واحدة عشان يعمل له اكسبورت. ففعليا يعني الفرق شاسع. اوكي نحكي شوي عن شكل الجهاز. الجهاز اغلب الكيبلز بيجوا من ورا، طبعا حاطين زي واسع شوي، يعني الشاشه ما بتفتح من الباك. anyway الجهاز من ورا فيه 2 USB Type-A، 1 USB Type-C، مدخل للشاحن، ومدخل لل HDMI، ومدخل للإيثرنت. من اليمين ومن الشمال في مدخل USB من اليمين، ومدخل USB، ومدخل للسماعات من الشمال. تمام. اشي كمان عجبني في اللابتوب صراحة، انه انا بقدر افتحه واسكره بايد واحدة، بقدر افتحه واسكره بايد واحدة، مش محتاج اني استعمل ايدي تنتين، يعني ثابت على الديسك. طبعا البرفورمانس تبع الجهاز ممكن نغيره عن طريق الابلكيشن تبع ليجيون من جوا الجهاز، او ممكن مجرد انك بس فانكشن كيو نغيره. طبعا بتغير اللون تبع الباور بوتون من ابيض لازرق لاحمر. الشغله كمان انه الكيبورد هون بيجي فيه باك لايت مش RGB هون، بس يعني منيح لما يكون واحد يشرع في الليل. الشغله تاني في الجهاز بجوز ما تهمش كل الناس، بس في ناس بيحبوا يغطوا الكاميرا في اللابتوب. ففي الليجيون 5 حاطين هون كبسة زي سلايدر، تفتح الكاميرا وبتسكرها. هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى لو عجبك الفيديو واستفدت تعمل لايك سبسكرايب للقناة بأنه جديدة، ونشوفكم بفيديو جديد. وكان معكم مصطفى، وسلام.